بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الكلاب تستخدم المجال المغناطيسي للأرض. الحقيقة هذه دراسة عجيبة أيها الأحبة. بتاريخ شهر 7 2020 اكتشف العلماء أن الكلاب لديها ميزات خارقة تتفوق على البشر، ليس فقط في حاسة الشم أو في مجال الوفاء أو في مجال القدرة على الاصطياد. طبعا الكلاب أقوى من الإنسان على فكرة، لديها فك أقوى، أسنان أقوى، نظام مناعي أقوى. لذلك الله تبارك وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني أضعف مخلوق قياسا لحجمه هو الإنسان. النملة أقوى من الإنسان، النملة تستطيع حمل 100 ضعف وزنها. تصور، تصور يا من تستكبر وتتكبر في الأرض بغير الحق. النملة أقوى منك على الأقل 100 مرة. سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، أنا يعني أبتغي من خلال تأملي لهذه الاكتشافات العلمية أن نزداد خشوعا لله، أن نستشعر عظمة الخالق، وبنفس الوقت نشعر بضعفنا، عسى أن نتواضع قليلا. علماء تشيكيون نشروا دراسة في مجلة إي لايف حول الكلاب، ووجدوا أن الكلاب تتنقل وتستخدم المجال المغناطيسي الضعيف للأرض. ولكن كيف تستخدم هذه الموهبة الخارقة؟ الحقيقة الأمر لا يزال مجهولا حتى الآن، ولكن على ما يبدو أن دماغ الكلب فيه قدرة على قراءة المجال المغناطيسي لمعرفة الاتجاهات. طبعا أيها الأحبة، الطيور تستخدم المجال المغناطيسي أيضا، وكثير من الكائنات تستخدم المجال المغناطيسي ليعينها على التوجه، وإلا ستتوه وربما تنقرض. أيها الأحبة، اليعسوب في عينيه قدرة خارقة على الرؤية، يتفوق بها على البشر في مجال رؤية الألوان والرؤية بالتصوير البطيء. الإنسان لا يملك ذلك. كثير من الحيوانات مثل الضفادع والسمندر أو السلمندل أو السلمندر، هؤلاء هذه المخلوقات أيضا لديها القدرة على استخدام المجال المغناطيسي للأرض لكسب رزقها. طبعا عالمة الأحياء كاترين لومان التي تدرس قدرة الكائنات على استقبال المجال المغناطيسي تقول إن الطيور والسلاحف الحقيقة لديها قدرة أيضا على قراءة المجال المغناطيسي للأرض. أثناء الصيد الكلاب تستخدم الرائحة لتستعين بها في معرفة الطريق الصحيح، ولكن في بعض الحالات تستخدم هذه الكلاب المجال يعني خطوط المجال المغناطيسي. طبعا المجال المغناطيسي للأرض أيها الأحبة، الأرض عبارة عن كرة في داخلها 7 طبقات، تبدأ من القشرة وتنتهي في المركز بالنواة الحديدية. هذه النواة الحديدية الضخمة تنشر مجالا مغناطيسيا حول الأرض، مهم جدا لوقاية الأرض من الأشعة والرياح الشمسية القاتلة، وتقي الأرض من شر الأشعة الكونية أيضا والجسيمات الحارقة التي تأتي من النجوم وأيضا النيازك وغير ذلك، كلها تنحرف أو تحترق على حدود هذا الجدار القوي. لذلك العلماء يسمونه الدرع المغناطيسي للأرض. هذا الدرع بنفس الوقت يساعد الكلاب في التوجه بصورة أدق تماما. نحن اليوم أيها الأحبة نستخدم ما يسمى GPS، نظام
التوجه العالمي، تعلمون ذلك من خلال جوجل. نستخدم هذا النظام لمعرفة الطريق. الكلب يستخدم هذا النظام قبل ملايين السنين وبصورة أدق، هو يستخدم مجال مغناطيسي موجود في الأرض، لا يحتاج إلى إنترنت، لا يحتاج إلى قمر صناعي، لا يحتاج إلى بطارية ليشحن الموبايل. سبحان الله، انظروا قدرة الخالق عز وجل. لذلك الله عز وجل عندما يخاطب هؤلاء المشككين ويقول لهم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. أنتم اخترعتم جهاز توجه أو جهاز تحديد المواقع العالمي GPS، يحتاج إلى قمر صناعي، بدون قمر صناعي لا يعمل، يحتاج إلى مهندسين ومراكز اتصالات، إذا تعطلت هذه المراكز سينهار هذا النظام، يحتاج إلى وصلات إنترنت، يحتاج إلى شبكة إنترنت، يحتاج إلى أجهزة لاستقبال الإشارة وتحليلها، إذا تعطل الجهاز لن تستفيد شيئا. يحتاج أيضا إلى خبرة في قراءة هذه البيانات، وإلا ليس أي إنسان يستطيع أن يستخدم هذا النظام، يجب أن يتدرب عليه. طيب، على الرغم من ذلك أنتم تستخدمون ما سخره الله لكم. الله الذي سخر لكم الحديد وعناصر الأرض وسخر لكم هذا الدماغ لتفكروا به، تستخدمون ما سخر الله لكم لاختراع هذا النظام GPS، ثم تقولون نحن صنعنا ونحن خلقنا ونحن كذا. أنتم لم تفعلوا أي شيء حقيقة. على الرغم من ذلك، حتى لو صدقنا أنكم اخترعتم وخلقتم، الحقيقة ماذا خلقتم؟ ماذا خلقتم؟ خلقتم نظام يعني يحتاج لتكنولوجيا وتقنيات، بينما الكلب قبل كذا مليون سنة يخلق وهو يستخدم هذا النظام، دماغه مجهز ببوصلة ليتوجه بها وتعينه على معرفة الاتجاهات بكل سهولة، مثل الطيور والسلاحف وغيرها من الكائنات الحية. سبحان الله. لذلك يعني الباحثون اكتشفوا هذه المهارة الفائقة لدى الكلاب، هذه مهارة فائقة أيها الأحبة. يعني هنا أنا لدي في هذا البحث المنشور هنا، الباحثين توصلوا إلى طريقة فريدة لاكتشاف ذلك باستخدام بيانات نظام تحديد المواقع العالمي GPS وسجلات الفيديو على كاميرات الحركة. يعني ثبتوا كاميرات مراقبة وأجهزة على الكلاب وربطوها مع أجهزة كمبيوتر ومهندسين ومخترعين وباحثين وفريق عمل كبير حتى تمكن من هذا الاكتشاف، وبقي العمل جاريا من 2014 إلى 2017، قاموا بأكثر من 600 تجربة. طيب يا أخي، الله عز وجل قبل 1400 سنة ماذا قال؟ الآية والله أيها الأحبة كل يوم نكتشف فيها شيئا جديدا. وردت على لسان سيدنا موسى عليه السلام عندما خاطبه فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال له؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سخر لهذه الكائنات وسائل الهداية لتهتدي بها، كما سخر لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لذلك أيها الأحبة، سخر الله لهذا الكلب نظام تشغيل البوصلة الذي يشبه أجهزة الاستشعار المغناطيسية التي اخترعها الإنسان، ولكن يتفوق على الإنسان بكثير لأنه أسرع ولا يحتاج إلى أي تقنيات، لا يحتاج إلى طاقة ولا إلى أجهزة كمبيوتر ولا أقمار صناعية ولا غير ذلك، هو يعمل أوتوماتيكيا، مجهز مخلوق ليعمل بهذا النظام. لذلك أيها الأحبة، الله تعالى يقول: والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى.
لذلك المجال المغناطيسي أيها الأحبة أنبأ القرآن عنه، هو جزء من السماء الدنيا على فكرة، عندما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا برعاية الله. المريخ كان له غلاف جوي قبل ملايين السنين، وزال هذا الغلاف، لم يحفظ، بينما الغلاف الجوي للأرض والغلاف المغناطيسي للأرض محفوظان برعاية الله سبحانه وتعالى، على الرغم من مرور مليارات السنين على خلق هذه الأرض. لذلك أيها الأحبة، هذا المجال الذي سخره الله لهذا الكلب هو جزء من رزقه، هو جزء من الرزق. لذلك الله عز وجل لا نستغرب عندما يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما معنى الله ألزم نفسه أن يرزق العباد؟ يا أخي، إذا كان الله هيأ لهذا الكلب أسباب الرزق، أيعجز هذا الإله الرحيم أن يرزق عبدا يقول يا رب؟ فكروا قليلا أيها الأحبة، لا تيأسوا. لذلك والله مثل هذه الاكتشافات أنا شخصيا تدعوني للخشوع وزيادة الإيمان وزيادة الثقة بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حسنا في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.